كلنا بنعمل الكفته والاولاد زهقوا من الكفته، تعالوا النهارده هنعملها بشكل جديد في الصاج دوت بالبصل والطماطم، وهنجرب كده نشوف الطريقه الحلوه دي. وبالهنا والشفا، ولا كده ايه زهقوا من الكفته غيرنا الكفته خالص. وبالهنا والشفا. اول حاجه بقى يا اولاد، بسم الله الرحمن الرحيم، البصله طبعا الكيلو اللحمه مثلا بتحط عليه بصله صغيره عشان ما تفكش. لو عندك مثلا كميه مثلا لحمه 2 كيلو، كيلو بصليه كبيره بقى مش بصليه صغيره، دي انا صغيرها عشان كيلو ايه كيلو لحمه. يا ريت يكون فلفل احمر كده يا اولاد رومي، فهماني هتبقى جميله قوي. بس انا عندي الفلفل الاول القرن الاحمر ده مش مشكله عندي، اهو احمر اخضر بس لو احمر هيكون احلى. كزبره هيت وقوط شبت معاه عب بقدونس اللي عندك، يعني مش مشكله الثلاثه، لو عندك اي حاجه من الثلاثه هتمشي. انا بقطع كله اهوت في الخلاط، ما عنديش بقى اللي بيقولوا الكبه دي والكلام ده، لا اهو كده اهو بركه ربنا اهو كل الخلاط هيفرم لي كله اهو. ماني ادي العود البقدونس وحطيت الايه الكزبره وحطيت الشبت. انا بقى اهو يا اولاد ما تورطوش قوي، الريحه دي حلوه قوي قوي على فكره الايه للحاجه اللي انت هتحطيها، سواء محشي سواء كفته اللي انت العروش دي. في ناس كتير بتخرج الورق بس لا، ادي عندي اهو، وعندي اهم حاجه ايه فصين ثوم اهم. وبقى طبعا احط ايه التحويج بتاعتي اللي هي السبع بهارات، ماشي، حب الكزبره ناشفه كده ماشي. طبعا عندي الفلفل الاسمر يا اساسي طبعا، يعني كده انا عندي الملح معلقه صغير كده بالبركه، يعني زي ما انتم شايفين ام احمد بتعمل كل حاجه بالبركه. وهمسك بقى ايه، هروح علشان الخلاط بتاعي يمشي احط حبه زيت بسيطه عشان تمشي بس عشان ما تفكش مني عشان كلها سمين. كده انا قفلت اهوت، هنضربه بقى. ايه هتضربه لي في ايه يا ايه؟ تعالى اضربي لو سمحت ده يا ايه، اوعي تحط عليه ميه، انا حاطه لك كده حبه زيت تمشي الخلاط بس عشان البصل عشان ما تحلش. لا 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 اضرب، انا حاطه لك كل التوابل اللي فيه اللي انا هحطها يعني. شكرا يا ايه، تعباكي معايا والله، انا عارفه ان انا تعبتك معايا. دلوقتي شايفين اللحمه اهي تحت اهي، هي وش واحد، انا بقى هرص في بعضها كده اهي وهنزل عليها كده اهو، والمعلقه البرابيكه دي اهي عليها اهي، وهنزل عليها بالخلطه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين كده اتخلطت، بس اللي شايفين المنظر اهو. اما فضي اللي فيها حرام اهي، كترلوش البصل يا اولاد، هي بصلية واحده صغيره، والقرن الفلفل الاحمر والسبع بهارات والفلفل الاسمر وحب الكزبره ناشفه كده، وتهرسي في قلبها كده زي ما انتم شايفين اهو. انا عملتها ازاي عشان ما تفكش مني، لازم اهرسها كده. كده انا تبحتها زي ما انتم شايفين اهي. كده انا عندي الساك بتاعي اهو، ده يا دوبك بس هعمل ايديه ازاي، شايفين يا ولاد اهي، بصوا اهي، بس عشان طبعا اللحمه كلها دهون اهي، لا ربنا تلزق يبقى ليه حبه الزيت دهيت ما خلتهاش ايه لزقت اهي. هنزل زي ما انتم شايفين اهي، وهبططها في الصاج بتاعي. انا دلوقتي يا اولاد بقى بجرب معاكم الصاج ده، انا حطيت كيلو لحمه، انت بقى ومقدرتك اللي انت عاوزاه تعمليه، نص كيلو ربع خمسه ثلاثه، ده اعملي ايه تتحكمي في الحاجه اللي انت هتعملي فيها. وادي طريقه الكيلو الايه اللحمه المفرومه اللي انا قلت لكم عليها، تعالوا بقى شوف انا هعمله ازاي تاني. زي ما انتم شايفين انا بعمل بالمنظر بدايه بقى، ولا سكينه ولا اي حاجه اهو، بحددها بس يا اولاد على فكره اهي. عشان يبقى شكلها حلو، شايفين حبه قد ايه في ايديها اهي، عشان بس تدي منظر كده وشها ايه يبقى مش كيميكال لحلق اهي. يلا بقى معايا تعالوا شوفوا بقى انا هعمل الفلفل ازاي. اول حاجه البصله، بس قطع الفلفل واجهزه جنب مني، حاول ان انا ما اكسرش ايه الفلفل عشان تديني منظر، يا كده كده هتستوي يعني، بس انا عاوزه ايه المنظر بقى. زي ما انتم شايفين كده دلوقتي انا هحط البصل اهو زي ما انتم شايفين، ايه رايكم بقى
اهو اهي كل اي بصل جت في ايدك كبيره صغيره انت كده كده هتحول هتزوقي بقى كل حاجتك زي ما انت شايف. هاجي عليه بالطماطميه اهو زي ما انتوا شايفين. اللي عندك فلفل رومي فلفل حراق اللي عندك، شوفي انت بتستطعمي ايه كده بقى يا جماعه يا اولاد الاسوات. ايه خليكم مع احمد، انتوا بقى عاوزين اللي انتوا عاوزين تحطوه حطوه عليها، ودي الطريقه. تعالوا بقى نسويها وشوفوها هتعمل ايه. يلا بينا دلوقتي انا دخلها الفرن. هذا انا عملتها بالمنظر ده وبالشكل ده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هتعملي انت زي ما انا قلت لك كده، هتولعي الفرن اللي هو الميكرويف. طبعا انت عندك الفرن اللي هو الفرن اللي هو البوشامع ده، فرن الانبوبه زي كده ماشي. ولعيه وروحي يا دوبك تهب الدنيا هاديه كده والنظام اللي انا عملته ده، ودخلها الفرن وعينك عليها. وبالهنا والشفا. والعيال كده ايه ذوق ام الكفته، غيرنا الكفته خالص. وبالهنا والشفا. دلوقتي يا اولاد انا قلت لكم عملت بالطريقه ديت ايه الكفته اللي الكفته اهي، بس هي كشت. النوبه الجايه بقى ما ايه هعمل قد كيلو ونص في الصاج عشان يملى، عشان هي بتكش. انا دلوقتي هقطعها وهتعمل معايا كميه حلوه فاهمني اهي. انا مسلكاها بس انا برضو لازم اسلكها عشان ايه تطلع معايا كويسه زي بالمنظر ده. شايفين ده بالمنظر اللي طالع الجميل ده. ادي دلوقتي زي المنظر ده. عاوزه بقى تحملي جنبها حبه رز حبه وحبه براحتك، عاوزه تعملي جنبها مكرونه اسباجيتا، عاوزه تحمري معاها بطاطس زي ما انت تحبي يعني. هيمشي معاكي كل حاجه. واعملي واكلي العيال واكلي الراجل وبلانا والشفا. جه حبيبه عندك جت اختك اسهل منها ما فيه. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.